أهلا بكم مجددا. قتل طفل سوري خالد الحياني بعد اختطافه من قبل حارس البناء الذي تقطن به عائلته في ولاية مرسين التركية، وذلك وفقا لناشطين حقوقيين. وكان القاتل وهو تركي الجنسية قد ابتز العائلة بعد الاختطاف وطلب مبلغ 400,000 دولار قبل قتله للطفل دون ورود معلومات إضافية. إلى ذلك علمت أورينت أنه قد طلب من عائلة الطفل خالد الحياني أو قد طلب من هذه العائلة عدم التواصل مع وسائل الإعلام. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مرسين التركية المحامي والمستشار القانوني غزوان قرنفل. أستاذ غزوان، أرحب بك معنا في نشرة الحصاد. بداية، ما هي المعلومات التي توفرت لديكم حول جريمة قتل الطفل خالد الحياني في مرسين، ومتى تمت الجريمة بالتحديد؟ تحياتي لحضرتك والعزاء لزوي الطفل المهدور. الحقيقة الجريمة الشنيعة، تم خطف الطفل مساء أمس ولم تكتشف الجريمة إلا في الساعة 4 صباحا تقريبا من صباح اليوم. يعني مباشرة تم بعد خطف الطفل إرسال صورة من قبل القاتل إلى رقم تليفون عم الطفل، يظهر فيها صورة الطفل مقيد ومكمم فمه، وبيطلب مبلغ الفدية اللي تم التداول بشأنه اللي هو 400,000 دولار. بالنظر إلى أنه هو بيعرف الوضع المالي للعائلة لأنه هن مقيمين ضمن سيتي هو بيشتغل فيه كحارس لهذا السيتي، وبيعرف وضعهم المالي وملاءتهم المالية لأنه هن بيشتغلوا بتجارة السيارات. تم البحث عن الطفل من قبل البوليس، وكان حتى هذا الشخص التركي مرتكب جريمة يرافق البوليس في متابعة كاميرات المراقبة في السيتي وفي ما حوله. يعني لفت نظر عناصر البوليس توتره، يعني ردود أفعال غير طبيعية وتعرقه وتقريبا شبه انهياره، فتم توجهت الشكوك نحوه، وبالبحث تبين وجود الطفل في نفس السيتي ولكن في يعني قبو على ما يبدو معد مسبقا لهذه العملية. ولكن وجد يعني مقتولا، لأنه هو قتل الطفل بعد تقريبا ساعتين من خطفه، ربما لقناعته أنه لن تفضي العملية إلى نتيجة، وأنه تم الاتصال مع البوليس والطفل بيعرف القاتل فلذلك أجهز عليه. هذا بكل أسف ما تحصلنا عليه من معلومات يعني بشأن تلك الجريمة الشنيعة. الآن العزاء قائم، وكبار رجال الدولة في الولاية زاروا العائلة وهن في مجلس العزاء أيضا. طيب، بحديثنا عن العائلة أستاذ غزوان، وصلتنا معلومات حول تقديم طلب أو طلب من العائلة عدم التواصل مع وسائل الإعلام. أنتم كناشطين وحقوقيين، هل تواصلتم مع العائلة بشكل مباشر؟ كيف هو وضعهم بعد ما حل بهم؟ والله أنا كان من المفترض اليوم أن أكون في مجلس العزاء، لكن تعذر علي ذلك لأسباب صحية يعني. ولكن المعلومات عم تتوارد يعني انه مختلف يعني، او قطاع كبير من السوريين ارتادوا مجلس عزاء العائله، بالاضافه الى كبار يعني المسؤولين في الولايه زاروا العائله. فيما يتعلق بموضوع التعاطي مع وسائل الاعلام، الحقيقه اعتقد انه العائله في وضع حاليا على الأقل خلال هاليومين وضعهم النفسي لا يسمح ربما بالتعاطي مع وسائل الإعلام، لكن أعتقد أنه لا شيء يمنع، لا قانون ولا أي شيء يمنع من أن يعبروا عن موقف ورأي والإجراءات التي اتخذت بشأن البحث عن الطفل
المغدور والإجراءات التي ستعقب ذلك، يعني فيما يتعلق باعتقال الجاني، لأنه تم اعتقاله طبعا مباشرة وتم نقله إلى يعني مكان توقيف ونقل عائلته إلى مكان آخر، لأنه يعني كونه مقيم أصلا هو في السيتي كحارس لهذا السيتي راح يحصل احتكاك بينه وبين العائلة بين عائلته والعائلة، يعني ليس من المناسب في مثل تلك الظروف. يعني نعم، أكتفي معك بهذا القدر الأستاذ غزوان قرنفل المحامي والمستشار القانوني، كنت معنا عبر الهاتف من مرسين التركية، شكرا جزيلا.